ازيكم، معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل انجليش كيك بالفواكه المسكرة، كيكة بالزبدة تحفة، اسفنجية وهشة وجميلة. اعملوها مع شاي هتبقى حلوة قوي في الجو ده، ونتيجتها بفضل الله مضمونة جدا ان شاء الله، وهتعجبكم جدا وهتعجب الكبار والصغيرين. بصوا قوام الكيك عامل ازاي معانا، حاجة تحفة. بصوا بقى لما نيجي ندقها كده، بصوا مقطع الكيك، بصوا الكيك عامل ازاي، شايفين؟ الكيك هشة جدا، روعة. طبعا الكمية بتاعت الفواكه المسكرة دي تكتروها او تقللوها، دي حاجة ترجع لكم. تمام، الكيكة حلوة قوي، ان شاء الله هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك، وتابعوا الفيديو للآخر. ويلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. أول حاجة عندنا 4 بيضات حجم كبير، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليهم فانيليا سايلة، وهنضربهم كويس بالمضرب. بعد ما ضربنا البيض كويس وعمل فوليوم زي ما انتم شايفين كده، عندنا كوباية كبيرة، سكر. الكوباية نعاير بيها كله، يعني الكوباية هعاير بيها السكر، هعاير بيها الدقيق. تمام، ممكن اللي بيحب الحاجة مسكرة زيادة يزود ربع كوباية سكر. وهنرجع نضربهم تاني بالمضرب. بعد ما ضربنا البيض مع السكر كويس، عندنا 2 معلقة كبار زيت، ونكمل ضرب. عندنا 160 جرام زبدة أنا مسيحاها، يعني في دفى الفرن كده أو في الميكرويف، لأن طبعا الجو تلجي جدا، فمحدش من الزبده مش بتسيح بسهوله، او حمام ميه. تمام، هنحطها بقى كده. نضرب الزبده مع البيض كويس. ضرب الزبده مع خليط البيض والسكر. عندنا بقى 3 كوبايات دقيق منخول، الدقيق ده خاص بالكيك. تمام، هناخده بقى حبة حبة كده. ونقلب. بعد ما حطينا نص كمية الدقيق تقريبا، عندنا باكت كيك شيف او بيكنج باودر خاص بالكيك. تمام، هنقلبه. وبعدين عندنا لبن حليب 1 كوباية، بس هنحط بشويش علشان خاطر نشوف هيحتاج معانا قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد نصها كده. ونقلب. ونحط الدقيق واحدة واحدة. بعيد تاني ان الدقيق ده منخول. تمام، كده بقى ممكن نديله ضربة بالمضرب.
عندنا بقى الفواكه المسكرة بتاعتنا، هحطها في مصفى كده وهنخل عليها كده باقي الدقيق علشان كلها تبقى متغلفة بالدقيق، وده اللي بيخليها ما تسقطش في تحت وانا بسوي الكيكة. بعد ما خلطنا كل المكونات معانا، فانيليا باكت فانيليا، وعندنا الفواكه المسكرة بتاعتنا، بنقلب من تحت لفوق علشان انا مش عايزة الضرب اللي احنا ضربناه في الكيكة والهواء اللي احنا دخلناه يخرج مني ويتكتم معايا. بناخد كده وكده بقت جاهزة معانا. القالب بتاع الانجليش كيك انا دهناه بالزبدة وهندلق فيه الخليط. ادي كده الكيك بتاعنا، عندنا فرن مشغلينه قبل ما نبتدي في الكيكة، تمام، مشغلينه على درجة حرارة 180، الرف في النص، هندخل الكيك وما نفتحش عليها قبل 25 دقيقة في الفرن، تمام، ونشوفها لما تخرج هتبقى عاملة ازاي. ادي الكيك بتاعتنا ايه بعد ما بنخرجها من الفرن بالستيك كده بتاعت الشيش طاووق، بنختبرها من النص تطلع نظيفة، يبقى كده الكيكة بتاعتنا استوت. مش هنقلبها الا لما نسيبها تبرد وبعد كده نقلبها وتاكلوها بألف هنا وشفا. وان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.